جديد. المهم مول ابراهيم خليتها فوق مني الفوق الديور والشمال والعيبات، هذه احسن بلاصه تجي تسكن فيها صراحه، ماشي ليا مول ابراهيم موفيز افير، ماشي موفيز افير، المهم انا ما عجبتنيش. دابا نهبطو لتحت، كاين الواد لتحت، هو انا عارفو راه ناشف دابا قالوا لي، ولكن غنهبط ليه، نهبط نشوف شنو كاين تما. راكم عارفين اكتشافات، ديما اكتشافات. سير شد الحال. المهم كيف ما شفتوا الاخوان، بقيت غادي تلفت على الطريق حتى واحد شويه، وجيبانوا لي واحد الناس دايزين من التحت من الهيها، كاين واحد دخيله بحال هكا، دخلوا معاها وهبطوا. هذيك هي الطريق اللي تتهبط للرحى، الرحى راه هو يبان لكم فيه بحال البنين، بحال داكشي لتحت هنايا راه تيديروا فيه الطواجن، داكشي تما فين داير فركوس الطاجينه فاتينه 55 تمايا بالضبط. بغيت نهبط لتما، هو الواد ناشف عرفتو ناشف، وغنهبط لتما. المهم تلفت انا على الطريق الناس قبل ما نمشي. البارح كان اخر نهار في الموسم، الموسم ديال مول ابراهيم، من قبيل الصدفه انني التقيت به، هو تيبدا من عيد مولد نبوي 7 ايام. المهم داكشي كامل تكونوا عرفتوه دابا اش كيداير. المهم اللي بغيت نقول لكم هو تسمعوا هذا الصوت، بومبات تيجروا بهم الماء وتيسقيو. الواد ماشي ناشف حيت هو ما كاينش دابا الواد، وكي ماشي ناشف حيت ناشف هو كاين، ولكن بالنسبه قليله. علاش؟ حيت الناس اللي هي في دوك البلايص ما تبانش لكم دابا مع الشمس، تقدر تبان. المهم دوك البلايص الخضر تيسقيو منه، تيسقيو من داك الواد اللي جاي مخدمين تاهما البومبات العيبات، تيطلعوا الماء وتيسقيو به، تيسقيو به الخضره ديالهم وداكشي، داكشي ديك البركه اللي جاي الماء تيسقيو به هما، ما تيبقى والو دونك تينشف الواد. ماشي قليل هذاك شويه اللي كان، راه خدموه هذوك قطعوه عندهم وخدموه، ولكن في الشتاء ملي تجي الشتاء ولا شي حاجه ولا الثلج ولا المهم تيكون مجهد، وتيبداو يبنيو هنايا في شهر 8 10 7 بالضبط، تيكون باقي شويه د الماء، تيديروا خنيشات العيبات، تيديروا بحال بيسين، تيقعوا عمو الدراري الصغار. يعني الا بغى شي واحد فيكم يجي لهاد البلاصه، بغى الواد هذاك الستونات ما يجيش في الاخر ديالو ولا في الاول، يحاول يجي في شهر 7، من 7 ل 8 بسعود حتى هو عيان شويه وصافي. يلا نمشي. Two thousand years later. It's time to stop. Okay, no more. خليت الرواز مورايا، العودانات واللعيبات والقهاوي وداكشي كوم عارفين انتم عزيز حنا، نجينا نريحو حيت اصلا الواد ناش ماما مو تيدوز من هنا. المهم احنا عزيز عندنا الطبيعة، نجي عندنا الطبيعة. نقول لكم واحد البلان بلي هاد البلاصة اللي جيت ليها انا، علاش تيقولو لها رحى؟ انا كانت تيصحابني في الاول واش على الواد، الواد اللي وريتكم عاد دابا دايز من تما، هذيك راه ماشي على ودها تيقولوا لها رحى. رحات كانوا تيقولوا على وحده كانت تصيب الزرع تيطحنوا فيها الطحين، كانت تمايا راه طاح تردم عليها داكشي الحجر وهكا حيت الجبل، شوفوا الجبل كي داير، شتي هاد البلاصه هادي هي اللي تردمات على ديك الطاحونه، ديك الرحى، هذيك الرحى ديال الزرع نعم سيدي. وكي داير البلان ديال الرحى، الماء تيهبط بالجهد من الجبل، ملي تيهبط من الجبل بالجهد دايرين ليه همايا واحد اللعيبه، واحد الساقيه بحال هكا باش يبدا يجي في هذاك الماء. وفي الاخر ديال ديك الساقيه شنو كاين؟ كاين بحال فرفاره، ديك الفرفاره الشكل ديالها كي داير، داير بحال ديك اللي تتكون في الطوموبيلات الصغار اللعاب، ديك اللعيبه تيكونوا فيها السنينات،
تيضرب ديك الفرفاره تما تدورها تدور عاوتاني لعيبه اخرى تدور واحد العود داك العود لاصق فيه بحال الحجره حجره ما بيناتهم عاوتاني حجره باش يبدا يتحك داك الزرع وداك العود واقف بحال هكا هما تيبداو يخبوا الزرع من الفوق ولما بجي بالجهد تيبدا يدور هذيك الطحن الطحن تيخرج ديري اللي ساقيه اخرى تيخرج في الخناشي ولا فاش كانوا تيعمروه وتطحن لهم الطحينه الصاط فكره عبقريه فرجعنا من الرحق هو خليته لتحت ونطلع في حالي دابا طالع من ديك الطلعه اللي جيت منها ولقيت هاد اللعيبات هادو ديال الهنديه مراد البلاند الهنديه البلاند الهنديه كيفاش تقريبا في كاع مناطق الحوز اللي دزت منهم عيش بطلع كان فيهم داك البلان كانت الهنديه عيانه ما ميته كاع قال لك جاها شي ميكروب شي جورتو ماشي لعيبه بحال هكا شي فيروس شي فما كيما بغيتي تفهمها اللي قضات عليهم على الهنديه قضات عليهم وبقاتش الهنديه هنايا كيف ما شفتو في التصاور ما بقاتش الصالحه المشكله ماشي ما عطاتش الغله هي ما بقاتش ما عرفتش انا مشكل من عايش تنتمناو ما يعرف المهم ما كايناش في الحوز الهنديه مع العلم ان وقتها هذه اللي كانت في شي منطقه اخرى الهنديه الله اعلم دابا خليت الطريق راه كاينه الطريق من الفوق تقدر يبان الدري دايز منه المهم الطريق هي الفوق هي اللي طردني منين جيت انا ما بغيتش نجي نمشي لتما غنمشي واحد بنت ليا بحال شي طلال لهيها بغيت نمشي نطل فيها عاد نطلع في حالي جلست في القهاوي لتحت بغيت ماشي جلست راه مشيت نشوف زعما نتغدى تما تغديت انا تمايا وهكا داكشي غالي اصاحبي يمكنش لي انا نضرب طاجين بوحدي بستين درهم اصاحبي شفتي شنو هيك لاباس نتغدى انا بستين درهم بطاجين وعندو ميت طواجن تقريبا تما ما سولتش على اتاي ولكن الا ما فهمتي اتاي لما كنتي شاد تاكل بلا ما تشرب اتاي شربتي عندكم بغيتي تيكون شي ماتيريال ديالي بغيت نوريكم واحد اللعيبه اخوان فين جيت فيها بوق هذاك بوق ديال اشياء اللي عرفان نخلص ليه شي حاجه ديال جدريال اشياء بوق ديالاش يلا يا اطفال والواد تحت منه شنو كاين عرفتوها انا ابو الالغاز تنظن عطيتكم بزاف د الوقت ما عرفتوهاش هذه السيدي ديال بحال برقاق لا بحال تعلمهم بلي الواد جاي الواد حامل الواد جاي الواد حامل باش هادوك الناس اللي تحت دوك البشر اللي تحت ديال الرحق يحيدوا من تما حيت الواد جاي تتعلم هادو تتقول لهم طلعوا بحالكم حيدوا من تما الناس اللي تيفهموا تيجمعوا كراسة ديالهم طوابل تيهزوا الخيل ديالهم وداكشي وتيطلعوا حيت اغلبيه تيكونوا الناس ديال لام ديال المنطقه تيخدموا تما ياك البراني تيكون مريح في قهاوي كيجمعوهم داكشي يلا هي لا راك عارف واحد الطاجين حط اتاي العائله ديالو مو ولا مرتو ما تيقدروش يتحركوا بشويه عليهم ما يمكنش يغفلهم الوادي يغفلهم الماء الواد يموتوا الثلاث شي يعلموه باش يلا شويه مرا كبيره راك ما عارفين يلا شويه وشو الطريق تما راه ماشي ديال غادي تهبط وتبقى غادي لا الناس يمشيو بشويه ماشي كلشي بحالنا مولف زعما الزربه ولا كيف ما انت هاي دونك شويه العقلانيه كاينه هنا زوين هاد اللعيبات فكرة بكرة تنفع ليها ولكن دايرين هاد اللعيبات هاد بارتي تدمر ديالك باش يحبسونا باينين ديالك هادي حمار حمار ولديه أذنان يلا نمشي ياو الإخوان تنظن هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا كيف ما شتو أنا دابا جيت لهنايا هذا هو الحوز شي حاجة واعرة ياك حيد النظر باش يبانو ليا الكول لي كولور كولور لي كولور لي كولور والله الاخوان احنا عشنا واحد الرحله خفيفه ظريفه وباقي في باقي بحال مبوق من النعاس بحال انا فايق من النعاس مع العلم انني فقت بكري وتنضار وكذا وكانت زوينه نوعا ما مشينا شفنا الرحه وعرفنا الرحه شنو هي انا كنت يسحبني واش الرحه هي سميت هذيك الواد وديك المنطقه وداك الشيء هو الرحه سميت هذيك الماكينه باش كانوا كيصايبوا كيف ما قلت لكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم الفيو وعجبكم كل شيء اصلا نتوما عجبكم كل شيء حيت هنا كاين البرد دابا بالرجوله داكشي علاش لبست الجاكيت وشكرا عيشوا الحال